الجبر والاختيار. ومسألة الجبر والاختيار أو التسيير والتخيير تمثل جماع العلاقة بين الفرد والكون، وهي مشكلة عايد دقائقها الفكر البشري في جميع عصره، وقد أنى لها أن تبرز من جديد وأن تستحوذ على كل اهتمام المفكرين، ذلك بأن ضرورة فهمها فهما دقيقا لا تجيء من قبيل الترف الذهني كما قد يتبادر إلى بعض العقول، ولا هي مسألة لا تعنينا في أمر معيشتنا اليومية أثناء الكسب والصرف كما قد يتبادر إلى بعض العقول الأخرى، وإنما ضرورة فهمها تجيء من الحاجة إلى المنهاج العملي لتحقيق الحرية الفردية المطلقة. والحرية الفردية المطلقة هي منذ اليوم المركز الذي منه تتفرع وتشاع الحرية الجماعية بجميع صورها وفي كافة مستوياتها، تدخل في ذلك معيشتنا اليومية أثناء الكسب وأثناء الصرف. والسؤال المزمن هو، هل الإنسان مسير إلى مصير مبرم أم هل هو مفروض إليه ليختار في أمر مستأنف؟ لقد قرر المعصوم في هذا تقريرا فيه لحاجة المؤمن غناء كل الغناء، وذلك حين قال: من آمن فقد آمن بقضاء وقدر، ومن كفر فقد كفر بقضاء وقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولما قال بعض الأصحاب: ففيما التعب إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانصرف الأصحاب لعملهم واعتصموا بإيمانهم فعصمهم ووسعهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فحاجة المؤمن مكفية بالإيمان نفسه، ولكن حاجة المسلم هي التي تحتاج إلى مزيد من العلم يدخل بها مداخل اليقين ويحرز لها طمأنينة القلب. ألم تر إلى إبراهيم الخليل؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل في كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ولقد خلف من بعض الأصحاب خلف لم يسعهم في هذا الأمر ما وسع الأصحاب، فبدأ لبعضهم وهم أصحاب الرأي أن التسيير المطلق مع العقاب على الخطيئة يشبه قول من قال: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا ظلم. ولما كان الله تبارك وتعالى منزها عن الظلم، ولما كان العقاب على الخطيئة ثابتا في الشريعة وفي الدين، فلم يبق إلا أن يكون الإنسان متمتعا بشيء من الاختيار به يستحق العقاب حين يخطئ ويستأهل الثواب حين يصب. وكذلك اعتقدوا فتورطوا في الشرك من حيث أرادوا التنزيه، ومد لهؤلاء في غيهم أمران، أولاهما أن البداهة وظاهر الأمر توحي بأن للإنسان اختياره، يبدو في حركاته الاختيارية، فهو يستطيع أن يمشي إن شاء أو أن يجلس أو أن يقف، هذا إلى جملة حركات أخرى وسكنات كلها تقع تحت اختياره وإرادته. وثانيهما أن ظواهر القرآن تقر الإنسان على ما أعطته إياه هذه البداهة المعاشة. وهناك أصحابنا الصوفية وهم في عمومهم قد حاولوا أن يكتفوا من هذا الأمر بما اكتفى به الأصحاب، ولكن حكم الوقت وإلحاح الفرق الأخرى قد اضطر بعضهم أن يقرر أن الإنسان مسير في كل صغيرة وكبيرة من أموره، وأنه مع ذلك معاقب بالإساءة مجازا بالإحسان. وليس الله في كل أولئك بظالم لأنه لم يتصرف في ملك غيره، واضطر البعض الآخر أن يقرر التسيير المطلق مع العقوبة، ثم خرج عن مسألة الظلم هذه بقول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأجمع كبار عارفيهم على أن التوفيق بين التسيير المطلق وهو أمر يوجب التوحيد والعقاب والعدل الإلهي إنما يلتمس في حكمة العقاب.
وذهبوا في البيان مذاهب كانت وافية بحاجة عصرهم والعصور التي تلته إلى يومنا هذا، ولكننا ما نرى أنها تكفي حاجة الفكر الحديث منذ اليوم. القرآن والجبر والاختيار. ولقد بنى أصحاب الرأي رأيهم على القرآن وساقوا منه آيات بينات للتدليل على صدقهم. ولقد بنى الصوفية وهم يقفون من أصحاب الرأي موقف النقيض من النقيض مذهبهم على القرآن أيضا وساقوا منه آيات بينات للتدليل على صدقهم. ولقد ورطت هذه الظاهرة الغريبة كثيرا من المستشرقين ممن عانوا بدراسة القرآن في خطأ جسيم، فظنوا أن بعض القرآن يناقض بعضه وأسرفوا في ذلك على أنفسهم وعلى مواطنيهم. والحق في هذا الأمر أن للقرآن ظاهرا وباطنا، فظاهره عني بظواهر الأشياء وباطنه قام على الحقائق المركوزة وراء الظواهر، ثم اتخذ في نهجه التعليمي الظواهر مجازا يعبر منها العارف إلى الباطن، وهو في ذلك يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والظواهر هنا آيات الآفاق والبواطن آيات النفوس، وأبواب العقل على آيات الآفاق هي الحواس، والحواس قد جاءت كلها مثاني من يمين وشمال على تفاوت في القوة بينهما، فينتج عن هذا أن ما تؤديه العين اليمنى إلى العقل من الشيء المرئي يختلف عن ما تؤديه العين اليسرى منه إليه، وليست صحة الأمر بينهما، وهذا يعني أن تجري غربلة في العقل بها يتخلص مما يسمى خداع الحواس ويخلص إلى الأمر على ما هو عليه في الحق. وكثير من العقول الساذجة لا تملك القدرة على الانعتاق من أسر الحواس، والعقول على إطلاقها شديدة الاعتماد على معطيات الحواس. ولما كان القرآن كتاب عقيدة وشريعة وحقيقة، ولما لم تكن إلى حقيقته من سبيل إلا عن طريق عقيدته فشريعته، ولما لم يكن من مصلحة العقيدة أن تصادم دعوتها ما تعطيه البداحة المشاهدة بالعين، فإنه جاءنا بظاهر يجاري الوهم الذي أعطتنا إياه الحواس عن عالم الظاهر، وبباطن يرتكز على الحق الصراح، وهو بمجاراتنا في وهمنا إنما أراد أن يدفع عنا المشقة، حيث لم يكن موجب للمشقة ريثما ينقلنا على مكث إلى الحق. ولنسوء على ذلك مثلين. مثلا في مستوى مجارات وهم الحواس وهو وهم غليظ، ومثلا في مجارات وهم العقل وهو وهم دقيق. فأما المثل الأول فإن القرآن عندما جاء يدعو إلى العقيدة قوما يرون بعيونهم أن الأرض مسطحة لم يشأ أن يجمع عليهم إلى مشقة الدعوة إلى عقيدة في الإله جديدة، مشقة الدعوة إلى فكرة جديدة عن الأرض تناقض البديهة المرئية بالعين، فجاء في سياقه بآيات عن الأرض لم تزعج المدعوين عما ألفوا من أمرها، فقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، وقال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فإذا دخلوا في العقيدة وعملوا بالشريعة تبين لهم أن الأرض ليست مسطحة إلا فيما ترى العين، وليس إلى الحقيقة من سبيل إلا إذا أسقطنا ما ترى العين كل الإسقاط من حساباتنا، كما أنه ليس إلى الحقيقة وصول إذا ظللنا أسرى أوهام الحواس، وإنما الرشد أن نجعل ما ترى الأبصار مجازا إلى ما ترى العقول، وما ترى العقول مجازا إلى ما ترى القلوب، وهو الحق ثم هو الحقيقة في الفينة بعد الفينة. والمثل الذي يجاري وهم العقل تعطيه هاتان الآيتان، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن السالك المجود وهو في أول الطريق إذا قرأهما
فهم من أولاهما أن له مشيئة مستقلة تملك أن تستقيم كما تملك أن تلتوي، ولم يفهم من ثانيتهما إلا ما تعطيه اللغة، فيجتهد في سبيل الاستغامة في تشمير وجد، حتى إذا نضجت تجربته بالمجاهدة ومصابرة النفس علم يقينا أنه لا يملك مع الله مشيئة، وأصبح الخطاب في حقه ساعة إذن قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويعرف أن قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، قد أصبح في حقه منسوخة بعد أن تخلص من وهم عقلي. هذا مع الفهم الأكيد للحكمة التي من أجلها جاءت هذه الآية الكريمة. فالقرآن ساق معانيه مثانه، معنى قريبا في مستوى الظاهر ومعنى بعيدا في دقائق الباطن، ولكن أصحاب الرأي لم يفطنوا إلى ذلك، فجعلوا الآيات التي تجاري أوهام الحواس والتي تجاري أوهام العقول سندهم، وبنوا عليها علمهم، فضلوا كثيرا وأضلوا. وأما الصوفية فقد تفطنوا إلى ذلك وعلموا أن أوهام الحواس وأوهام العقول يجب التخلص منها بأساليب العبادة المجودة التي تبلغ بهم منازل اليقين المحجبة بحجب الظلمات وحجب الأنوار. القرآن والتسير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن الظالمين من يعتمد على العقل في فهم حقائق الدين كل الاعتماد، والقرآن قد جعل وكده تركيز فهم التسير في العقول بالطائفة المستفيضة من آياته، فإذا استقرت مدركات العقول في طوايا الصدور ظهر أن ليس في القرآن حرف إلا يدعو ظهر أن ليس في القرآن حرف لا يدعو إلى وحدة الفاعل، فوحدة الفاعل هي أصل التوحيد وقاعدته، وبتجويد وحدة الفاعل تتبع كل مستويات التوحيد الأخرى، وأمر التسيير هو وحدة الفاعل هذه. فلنستمع إلى طائفة من هذه الآيات: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا أوضح كلام في التسيير الإلهي للناس، وقد أشار إشارة لطيفة إلى علة الغفلة وهي سعة الحيلة، فإننا إذا احتلنا في أمورنا ونجحت حيلتنا في حل مشاكلنا مد لنا هذا النجاح في أسباب الغفلة، فتوهمنا أننا أصحاب إرادة مختارة، والحيلة في البر أوسع منها في البحر، ولذلك قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. ثم ذهب يفصل أهوال البحر التي تظهر أمامها قلة حيلتنا، وعندها دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما جاءت دعوتهم بلسان حالهم أنجاهم تبارك وتعالى. ثم قص علينا ما كان من أمرهم فقال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني لما خرجوا من أهوال البحر ووطئوا البر واستشعروا القدرة على الحيلة رجعت إليهم غفلتهم وادعوا إرادة واختيارا. وهو هنا يذكرنا بأن الذي يسيرنا في البر هو الذي يسيرنا في البر، فيجب ألا نكون من الغافلين. وقوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم،
وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وفي جميع هذه الآيات حكمة تربوية بالغة يستفيد منها من يستيقن أمر التسيير. التسيير ما هو؟ أول ما يجب توكيده هو أن الله لا يسير الناس إلى الخطيئة وإنما يسيرهم إلى الصواب. قال تعالى على لسان هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومعنى هذا أن الله مسير كل دابة على الصراط المستقيم وكل دابة مهتدية حالا ومآلا ما دامت في طاعة الله، وليس شيء في الوجود بمفلت منها عن هذه الطاعة، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يكون المطيع مدركا لهذه الطاعة، وبهذا وضع خط فاصل بين الهدى والضلال، ما دونه ضال وما فوقه تدي. وهنا دخل اعتبار الإيمان والكفر، وليس الاختلاف بين الإيمان والكفر اختلاف نوع، وإنما هو اختلاف مقدار. فالمؤمن علمه أكثر من الكافر، أو قل إن المؤمن يطيع الله وهو عالم بذلك، والكافر يطيع الله وهو جاهل بذلك. والله تعالى يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، هو يعلم ذلك ولكنهم لا يعلمون وهو يريد لهم أن يعلموا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن إرادة الله لا تعصى، ولكن الله يريد أن ينقل الخلائق من طاعة ما يريد إلى طاعة ما يرضى، فإنه سبحانه وتعالى أراد شيئا لم يرضه، فهو تعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكأنه يقول إن تكفروا فإنكم لم تكفروا مغالبة لله وإنما كفرتم بإرادته، ولكنه لا يرضى منكم ما أراده لكم. والرضا هو الطرف الرفيع من الإرادة، أو هو قمة هرم قاعدته الإرادة. فالإرادة في مرتبة الثنائية والرضا في مرتبة الفردانية، ففي الإرادة يدخل الكفر والإيمان، ولكن بالرضا لا يدخل إلا الإيمان. والأمر التكويني أعلى من الإرادة، فقمته رضا وقاعدته إرادة، فهو هرم مكتمل. وتفصيل ذلك يجيء في آخر ياسين حيث يقول جل من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر التشريعي يمثل قمة هرم الأمر التكويني حين تكون قاعدته إرادة. الله تعالى حين قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، إنما أراد بالأمر هنا الأمر التكويني في مستوى قاعدة هرمه وهو إرادة. وحين قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنما أراد الأمر التشريعي. ومعنى أن الله لا يأمر بالفحشاء أن الله لا يرسل رسلا ويؤيدهم بالمعجزات ثم تكون شرائعهم داعية إلى الفحشاء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالأمر التشريعي دعوة لإخراج الناس من إرادة الله إلى رضاه تعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومع أن الأمر التشريعي وحدة إذا ما قرن بالإرادة فإنه لدى النظر الدقيق ذو شكل هرمي أيضا، قاعدته الشريعة الجماعية وقمته الشريعة الفردية. وقمة هرم الأمر التشريعي هذه تكون لقمة هرم الأمر التكويني قاعدة،
وهذا الأخير قمته عند الله حيث لا حيث. وإلى هذه القمة الدقيقة الممعنة في الدقة الإشارة بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وهكذا يظهر بوضوح هرم الكائنات، قمته التنزل الأول إلى مرتبة الاسم، وهو مرتبة الشريعة الفردية، وقاعدته التنزل الأخير إلى مرتبة الفعل، وهو مرتبة التعدد في الأحياء والعناصر. وأسفل السافلين فيها الدخان، وهو بخار الماء، ومنه خلقت الأشياء والأحياء. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بالمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وأدنى من ذلك إلى قاعدة هرم الخليقة قوله تعالى عن هذا الدخان: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحين كانت قمة هذا الهرم عند الله فقد كانت القاعدة بعيدة عنه، وليس البعد هنا بعد مسافة وإنما هو بعد درجة. فقمة هرم الخليقة وهي مرتبة الشريعة الفردية في عالم الملكوت، وقمة الهرم في عالم الملك، وعالم الملكوت مهيمن على عالم الملك، حتى أن عالم الملك بمثابة الظلال لعالم الملكوت. فعالم الملك هو عالم الظاهر، وعالم الملكوت هو عالم الباطن، أو قل عالم الملك هو العالم المحسوس حيث التعدد، وعالم الملكوت هو عالم المعاني حيث الوحدة. وليس معنى هذا أن ليس في عالم الملكوت محسوس، ولكن معناه أن محسوسه هو من اللطف، بحيث لا يحس إلا بالحاسة السابعة. وسلطان العاشقين ابن فارض إنما عانى هذا اللطف اللطيف حين قال: ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني، والمعاني بها تنمو. ذلك بأن لكل معنى حسا، ولكل حقيقة شريعة. فكل معنى من المعاني أو حقيقة من الحقائق هي ذات شكل هرمي له قمة وله قاعدة، وكلما دقت القمة دقت القاعدة تبعا لذلك، أو قل إن شئت كلما دق المعنى دق الحس. قال تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فملكوت كل شيء هو فرديته وإليه ترجعون، توكيد لهذا الفهم، لأن الرجوع إلى الله إنما يكون بتقريب صفات العبد من صفات الرب، فكان الخلائق مسيرة إلى فردياتها بجمعيتها من التعدد في الوحدة بفضل التوحيد. قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لقد ذكرنا أن ظاهر القرآن عني بآيات الآفاق، وباطنه عني بآيات النفس البشرية. والكرامة عند الله للبشر وليست للسماوات ولا للأرض، بل أن النملة عند الله أكرم من الشمس، لأن النملة دخلت في سلسلة من الحياة والموت لم تتشرف بها الشمس، وهي تتطلع إليها وترجوها بشق الأنفس. ومن أجل ذلك فإن لن نتحدث عن تفسير الظاهر في هذه الآيات، ومن أراده فليلتمسه في أي من كتب التفاسير فهو مبذول. أقسم الله بنفسه حين أقسم بقوة النفس البشرية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه النفس الواحدة التي خلقنا منها إنما هي نفسه تبارك وتعالى. والتين النفس، والزيتون الروح، وطور سينين العقل، وهذا البلد الأمين القلب. وقد أسلفنا القول بأن العقل هو نتيجة لقاح النفس والروح، ونقول هنا أن العقل هو طليعة القلب ورائده إلى المعرفة،
وهو له بمثابة عكاز الأعمى يتحسس به الطريق، أو قل إن شئت أن العقل يقوم من القلب مقام الحواس منه هو، وهو حين يقوى ويستحصد ويصبح يتلقى مدركاته عن الحواس جميعها في كل لحظة، يصير الحاسة السادسة المرتقبة. ذلك بأن الحياة إنما بدأت بحاسة واحدة ثم تقدمت في سحيق الآمات إلى الحاسة الثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، وهي منطلقة في طريقها إلى الحاسة السادسة ثم الحاسة السابعة، وتلك نهاية المطاف. ولا يكون الترقي بعدها إلا بتطوير هذه الحواس السبع نفسها، لا بزيادة في العدد عليها. فالحاسة السادسة إذن هي العقل حين يستحصل ويصبح قادرا على أن يذوق ويشم ويلمس ويرى ويسمع كل شيء وفي لحظة واحدة. فإذا بلغ العقل هذا المبلغ فإنه يعرف غدر نفسه ويعلم أن مكانه خلف القلب لا أمامه، ويسمع ويحاول أن يطيع قول العارف الجنيد وقدم إماما كنت أنت إمامه. ولكن طاعة هذا الأمر هي أشق الأشياء عليه، وهي لا تتحقق إلا الفينة بعد الفينة وفي قمة السلوك المجود، ولا يطول المكث فيها، إذ فيها يرد الخطاب من خضر القلب على موسى العقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ولكن هذه اللحظة القصيرة التي يطيقها موسى كل فرد مع خضره هي زينة الدهر الدهير، لأنها خارج الدهر، وهي مقام ما زاغ البصر وما طغى، وعندها يشاهد السالك من ليس يحويه الدهر. هذا مقام الشهود الذاتي بسقوط كل الوسائط. في تلك اللحظة يبلغ القلب مبلغ الحاسة السابعة، وفيها يكون السالك وترا. ثم لن يلبث العقل أن يدركه ضعفه، فيجهل قدر نفسه ويتقدم على القلب، وعندها يصبح العابد شفعا ويحجب بأنوار العقل عن شهود الذات، ولا يشهد إلا تجلياتها في مرتبة الاسم أو في مرتبة الصفة أو في مرتبة الفعل، وأدناها مرتبة وحدة الفاعل. والسالك في مراتب حجب النور صاحب شرك خفي، وهو صاحب شريعة فردية، ومن ثم فهو في ملكوته. قوله تعالى من الآيات السوالف: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إشارة إلى خلقه في عالم الملكوت وهو قمة هرم الخليقة، وذلك في عالم الأمر. وقوله ثم رددناه أسفل سافلين، إشارة إلى خلقه في عالم الملك وهو قاعدة هرم الخليقة، وذلك عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر. وعالم الخلق هو أيضا الذي أشار إليه بقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقصة الخلق في أحسن تقويم ثم الرد إلى أسفل سافلين تحكيها هذه الآيات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق آدم في عالم الأمر كاملا وعالما وحرا، وكانت حريته منحة لم يدفع ثمنها، فامتحنه الله ليرى كيف يصنع فيها،
فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكانت الشجرة التي نهى عنها هي نفسه في الباطن وزوجه في الظاهر، فلم يحسن التصرف في حريته فيؤثر أمر الله على أمر نفسه، وإنما اختار نفسه عن ربه وفسق عن أمره واتصل بزوجته فصودرت حريته إذ عجز عن حسن التصرف فيها، وهبط إلى حيث يلقى عقوبة المخالفة، وحيث يبدأ في استرداد حريته بدفع ثمنها حتى تكون عزيزة عنده فلا يفرط فيها مرة أخرى، لأن الحرية التي لا يدفع ثمنها لا تعرف قيمتها ولا يدافع عنها. قال تبارك وتعالى يحذر حبيبه محمدا من حالة آدم: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم يعني أخذنا عليه عهدا بأن يحسن التصرف في حريته فيختار الله دائما، فنسي ولم نجد له عزما، نسي عهدنا وضعف عزمه عن الالتزام بواجب الحرية فتهالك أمام إغراء زوجه ورغبة نفسه فأساء استعمال حريته فصادرناها وكذلك نفعله بالمجرمين. وحين عصى آدم ربه عن نسيان وعن ضعف عن مراغمة النفس، عصاه إبليس عن قصد مبيت وعن استكبار، ولقد قص الله علينا من خبره فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ولقد كان إبليس عابدا ولكنه كان متكبرا، فحجب نفسه عن ربه ولم تنفعه عبادته، وكان إبليس عالما ولكن علمه كان علم ظاهر ولم يصحب بعلم باطن، ولذلك لم يكن تقيا ولا كان ذكيا، فهو يقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم يستكبر عن طاعة الله وهو إسفاتته التقوى، لم يفكر في الاستغفار عند المعصية وإنما فكر في الإصرار عليها وطلب الإمهال ليجد الفرصة إلى الإغراء بها. قال: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. ولما قال تعالى: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال هو: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآية الأخيرة من دلائل علمه: إذ علم أن عباد الله المخلصين لا طاقة له بهم، ولكن علمه كما قلنا علم ظاهر بلا تقوى في الباطن. وأما آدم وحواء فقد قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومهما يكون من الأمر فإنهم جميعا قد عصوا أمر ربهم وصاروا بالمعصية غلاظا كثافا غير منسجمين مع تلك البيئة اللطيفة، فهبط بهم وزنهم الكثيف من سلم الترقي إلى الدرك، وهو ما سمي في آيات والتين والزيتون أسفل سافلين. وكان ترتيبهم في الهبوط إبليس أولا متبوعا بحواء ثم آدم، وفي بيئتهم الجديدة احتوشتهم الشرور من كل جانب، ولكنهم ما لبثوا أن تأقلموا ونسوا ما كانوا فيه من كمال إلا قليلا، واستجاب الله دعاء إبليس فأنظره إلى يوم يبعثون، فلبث في أسفل سافلين من غير ترقي منه لأنه لم يطلب الترقي وإنما طلب الإنظار. واستجاب الله دعاء آدم وحواء فلم يلبثا في أسفل سافلين إلا ريثما أدركتهما المغفرة والرحمة التي طلباها في ساعة مخالفتهما أمر ربهما، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد يظن ظان حين يقرأ في الآيات السوالف من سورة والتين قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون،
أن الاستثناء هنا يعني أنهم لم يردوا إلى أسفل سافلين، وهذا خطأ. والحق أن هذه الآية وسابقتها تؤديان المعنى المؤدى بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنجي من أسفل سافلين آدم وحواء وبدأ ترقيهما بفعل المغفرة والرحمة، وترك إبليس حيث لم يفكر في التغيير. قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، الدين الجزاء وهو المعاوضة وهو القصاص. وفيه إشارة إلى قانون القصاص الذي قلنا أن الإسلام بنى عليه حقيقته وشريعته. والإشارة ترمي إلى إرشادنا إلى أن الإنسان إنما رد من مقام أحسن تقويم إلى درك أسفل سافلين بحكم قانون المعاوضة جزاء وفاقا. قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، تزكية لقانون المعاوضة وتذكير لنا بالحكمة المودعة فيه. المغفرة لآدم وحواء. كيف غفر لآدم؟ إن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فأطاعوا، وأمر إبليس أن يسجد لآدم فعصى. فأما الملائكة فقد أطاعوا الأمر التشريعي وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما إبليس فقد عصى الأمر التشريعي ولكنه بالمعصية أطاع الأمر التكويني وليس له من ذلك بد. وسجود يعني تسخير الملائكة لآدم وتسخير إبليس على تفاوت في التسخيرين، فتسخير الملائكة إعانة على الخير وهداية إلى الحق، وتسخير إبليس دلالة على الشر وإضلال عن الحق. وآدم متنازع بين الخير من أعلى والشر من أسفل، وهو في الحالتين سائر إلى الله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالنعم الظاهرة هي العوافي والنعم الباطنة هي المصائب، وكلها رحمة. وإن كانت النفوس تنفر من المصائب وترتاح إلى العوافي، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكل المصيبة في نقص العلم. فإذا تصورت أول مخلوق بشري قائم على الخط الفاصل بين الحيوانية والإنسانية، وتصورته رأس سهم التصور، فقد تصورت آدم الخليفة في الأرض، وهو في مرحلة من مراحل تطوره من بدايات سحيقة، ولكنها مرحلة تحولية دخلها بقفزة فريدة نتجت عن استجماع فضائل شتى اختزنها أثناء تطوره الطويل المريض من تلك البدايات السحيقة. وتلك القفزة هي المعبر عنها بقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، من الآيات الكريمات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهي بعينها المعبر عنها بقوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، من الآيتين الكريمتين: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، هذه تشير بإجمال معجز إلى سلسلة التطور التي بدأت من بخار الماء، حيث كانت السماوات والأرض سحابة واحدة، وإلى أن استعد المكان لنفخ الروح الإلهي فيه. ولقد قلنا أن الروح الإلهي هو إرادة الحرية التي توجت إرادة الحياة، فارتفع بها الإنسان فجأة فوق الحيوانات العليا. ولم توجد إرادة الحرية فجأة بعد عدم، وإنما برزت بعد كمون طويل، فهي بمثابة الزبدة التي مخضها العراق من لبن الحياة. ولقد تحدثنا عنها آنفا وقلنا أنها دخلت في عراك مع إرادة الحياة، وأن العقل نتيجة هذا اللقاء. وإرادة الحياة نبتت من الأرض، وعوامل السماء فيها موجودة ولكنها أضعف من عوامل الأرض. وإرادة الحرية
نشأت من الأرض، ولكن عوامل السماء فيها قوية، فبها القامة البشرية قامت على الرجلين وخصصتهما للمشي، وفرغت بذلك اليدين لمزاولة أعمال ذات صلة بالعقل أكبر، وكذلك استطاعت أن تدير رأسها بسهولة ويسر على ما حولها وما فوقها، فترى الشمس والقمر والنجوم، وأن تمشي سوية فتهتدي في مسالك الأرض وفي طرائق السماء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وآدم في الوجود متنازع بين الملائكة من أعلى والأبالسة من أسفل، فهو برزخ كله، وهو في ذلك عقل الوجود أيضا. والله تبارك وتعالى يعنيه حين قال جل من قائل: مرج البحرين يلتغيان بينهما برزخ لا يبغيان. والبحران هنا هما بحر الأرواح العلوية التي أشرقت بالطاعة، وبحر الأرواح السفلية التي انكدرت بالمعصية. وعقل آدم في آدم متنازع بين إرادة الحياة وهي النفس من أسفل، وإرادة الحرية وهي الروح من أعلى، وهو أيضا برزخ. والله تعالى يعنيه في الآيتين الكريمتين السالفتين، وهو معناهما الباطن، وآدم معناهما الظاهر. والنفس قانونها ابتغاء اللذة بكل سبيل واجتناب الألم بكل سبيل أيضا، ولذلك فهي تطيع الأمر التكويني وتسقل عليها طاعة الأمر التشريعي، لأنه يضع لها الحدود، وهي في ذلك أشبهت إبليس. والروح قانونها الحرام والحلال، وهي تبتغي من النفس أن تستعصم على اللذة العاجلة إذا كانت حراما، وذلك ابتغاء اللذة الآجلة الحلال، وفرارا من الألم المترتب على تعاطي اللذة الحرام، سواء كان هذا الألم معجلا أو مؤجلا. ولذلك فهي ترتفع من طاعة الأمر التكويني إلى طاعة الأمر التشريعي، وهي في ذلك أشبهت الملائكة. وآدم في هذه المرحلة البدائية من تطوره قيل له: كل من هذا ولا تأكل من هذا، أي قيل له هذا حرام وهذا حلال. فإن هو قوي على مراغمة النفس وعصى أمرها بالسوء واجتنب الحرام، فقد أحسن التصرف في حريته واستحق أن يزاد له فيها. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء الإحسان مضاعف، وذلك بمحض فضل. اسمعه يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد تضاعف أضعافا كثيرة، وقد تضاعف بغير حساب. اسمعه تبارك وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فها هنا الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فذلك 700 ضعف. ثم قال فوق ذلك: والله يضاعف لمن يشاء. كان يكون 7000 ضعف أو 70000 ضعف. فإذا قال والله واسع عليم، فقد خرج عن العدد إلى السعة المطلقة. وإن هو لم يقوى على مراغمتها وضعف أمام إغرائها واسترسل في تحصيل شهواتها الحرام، فقد أساء التصرف في حريته وعرضها من ثم للمصادرة. فإن كان سوء تصرفه هذا فيه اعتداء على حق من حقوق الجماعة، صدرت حريته وفق قانون المعاوضة في الشريعة، وآيته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وإن كان سوء تصرفه إنما يقع وباله على نفسه وحدها دون غيرها من الأنفس، صدرت حريته وفق قانون المعاوضة في الحقيقة. وآيتاه من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا، ولا يظننا أحد أن قانون المعاوضة في الشريعة دائما كان في هذا الإحكام الذي وردت به التوراة، ثم اقرأ الإنجيل من بعدها، ثم جاء القرآن بتأييده وإقراره، ذلك بأنه قانون يتطور مع تطور المجتمع البشري، ويتأثر بمستوى دقة العقل البشري
ومقدرته على مضاهاة قانون الحقيقة الذي هو أصله، والذي كان ولا يزال في منتهى الإحكام، وهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والدقة التي هي حظ قانون المعاوضة في الحقيقة، والتي فاتت كثير من صورها على قانون المعاوضة في الشريعة، تجد ضبطها في أن القانونين يعملان معا في مصادرة حرية من عجز الوفاء بحق الحرية، من غير أن تكون هناك عقوبتان على خطيئة واحدة وفي مستوى واحد من مستويات العقاب. وأقرب قوانين المعارضة في الشريعة دقة من قوانين المعاوضة في الحقيقة الحدود، وهي أربعة: الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق. وترجع إلى أصلين هما حفظ العرض وحفظ المال، وهما أول قانونين نشأ في المجتمع البشري البدائي، وإليهما يرجع الفضل في جعل المجتمع ممكنا. ويلي هذه الحدود حد السكر، ثم تجي قوانين القصاص الأخرى في النفس بالنفس والعين بالعين، ومعاوضة فعل الشر إنما تكون بوضع الألم في مقابلة اللذة من النفس، والمراد من ذلك وزن قواها حتى تعتدل ولا تحيف فتتهالك على اللذة بغير كتاب منير. كيف غفر لآدم؟ الجواب: غفر له بإعطائه حق الخطأ، وهذا يعني أن حريته لم تصادر مصادرة أبدية، فيقام عليه وصي إلى نهاية ذلك الأبد كما فعل بإبليس، وإنما أذن له في استردادها وبدأ بممارسة ما يطيق منها، فهو يعمل في ذلك بين الخطأ والصواب. فكلما أحسن التصرف في الحرية التي لديه أوتي مزيدا منها، وإن بدلت منه إساءة في التصرف تحمل نتيجة سوء تصرفه بعقوبة معاوضة مقابلة للخطيئة، يراد بها إلى شحذ قوى نفسه حتى تتأهل أكثر من ذي قبل لتحمل واجب الحرية في ذلك المستوى الذي بدل منها العجز عنه. ثم أن هذه العقوبة يتجلى فيها اللطف الإلهي كما يليق به، فهو يجازي بالحسنة 10 أمثالها، وقد يضاعفها حتى تخرج عن الحصر، وهو لا يجازي بالسيئة إلا مثلها، وقد يعفو عنها، وقد يبدلها حسنة، وقد يضاعفها بعد ذلك أضعافا لا حدود لها. فهو تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولقد ألهم آدم كلمات فتلهمها فكانت سببا إلى التوبة فالمغفرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولقد كانت تلك الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي المغفرة لآدم بعد أن أصبح بشرا عاقلا. ولقد أنفق آدم دهرا دهيرا قبل أن يبلغ هذه المرتبة الرفيعة. قال تعالى في ذلك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني قد أتى على آدم عهد سحيق لم يكن فيه مكلفا ولا مسؤولا لأنه لم يبلغ مبلغ العقل. ولقد تحدثنا عن هذا آنفا وقلنا أن الله سير الحياة من لدن ظهورها بين الماء والطين وإلى أن بلغت مبلغ العقل تسييرا شبه مباشر، وقانونهما يومئذ هو قانون المعاوضة في الحقيقة، وآيتاه في كتاب الله كما سبق بذلك التقرير هما الآيتان الكريمتان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهو قانون يعمل دائما على تنمية الخير ومحو الشر، وذلك بسوق الحياة إلى كنف الله الرحيم. هذا التسيير في مراقي القرب هو المغفرة لآدم من لدن النطفة الأمشاج وإلى أن أصبح بشرا مكلفا. فماذا كان آدم قبل هذا وكيف غفر له؟ اسمع: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فقبل أن يصبح آدم نطفة مختلطة بالطين نطفة أمشاجا قد كان
ذرة من بخار الماء الذي هو أصل الحياة كما يخبرنا تبارك وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه الذرة هي أصل سلالة الطين، وإنما غفر له في هذه المرحلة بهذا التسيير المباشر بالقهر الإرادي الذي حفز الحياة إلى الله وأزعجها إلى قربه، فارتقت المراغي وبلغت المبالغ. وقانون هذه الإرادة الإلهية هو قانون المعاوضة في الحقيقة أيضا. وهذه المغفرة لآدم في مستوياتها المختلفة هي بعينها التسيير، فالناس مسيرون من مرتبة العناصر إلى مرتبة الحياة، ومن مرتبة الحياة البدائية إلى مرتبة الحياة المتقدمة الراقية المعقدة، ومن هذه إلى مرتبة الحرية الجماعية بدخول العقل في المسرح، ومن مرتبة الحرية الجماعية إلى مرتبة الحرية الفردية المطلقة. والتسير يطرد في هذه إلى غير نهاية، لأنه سير إلى الله في إطلاقه. التسير خير مطلق. بدخول العقل في المسرح نشأ قانون المعاوضة في الشريعة، وهو قانون فج إذا ما قيس إلى قانون المعاوضة في الحقيقة، ولكنه يدق وينضبط كلما قوي العقل واستحصل، وهو القانون الحادث ويحكي الإرادة البشرية المحدثة، وهو إنما يستهدف إتمام الانطباق على القانون القديم الذي يحكي الإرادة الإلهية القديمة وهي هاد. والإنسان مسير من البعد إلى القرب، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن التعدد إلى الجمعية، ومن الشر إلى الخير، ومن المحدود إلى المطلق، ومن القيد إلى الحرية. وتسير من بداياته هو رحمة في صورة عدل، وهو أكبر من العدل، فالرحمة فوق العدل، وقد أسلفني القول في ذلك. والتسير حرية لأنه يقوم على ممارسة العمل بحرية مدركة في مستوى معين، فإذا أحسن المتصرف التصرف زيد له في حريته، فارتفع مستواه بالتجربة والمرانة، وإن لم يحسن التصرف تحمل مسؤوليته بقانون حكيم تهدف زيادة مقدرته على حسن التصرف، وهكذا. فكأن الإنسان مسير من التسير إلى التخير، لأن الإنسان مخير فيما يحسن التصرف فيه، مسير فيما لا يحسن التصرف فيه من مستويات الفكر والقول والعمل. هناك حديث قدسي جرى من الله تعالى لنبيه داود: يا داود إنك تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أدعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ولقد قرر الأمر من الوهلة الأولى حين قال في صدر الحديث: وإنما يكون ما أريد، فدل بذلك على أن إرادة الله هي النافذة. وحين قال: فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، دل على أن إرادة الإنسان تكون نافذة المفعول إن هو أراد الله. فإن قلت: فهل هو يملك أن يريد الله؟ قلنا: هو لا يملك من تلك الإرادة إلا ما ملكه الله تعالى إياه، فإنه سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو يشاء لنا في كل لحظة أن نحيط بشيء من علمه. وإلى ذلك الإشارة بقوله: كل يوم هو في شأن، وشأنه هو إبداء ذاته لخلقه ليعرفوه، وليس يومه 24 ساعة، وإنما يومه وحدة زمنية التجلي، وقد تنقسم فيه ثانية إلى جزء من بليون جزء، حتى لا يكاد الزمن أن يخرج عن الزمن. كل ذلك وفق ما أودع الله في المكان من قابلية التلقي. ولما كان القيد على قابلية التلقي لا يخضع إلا لحكمة المطلق، فهو قيد في حرية وضيق في سعة. ومن أجل هذه الرحمة المطلقة فإننا أصبحنا نشعر بأننا نملك إرادة حرة، وهذا الشعور أوجب علينا أن نحسن التصرف في حرية إرادتنا هذه. وحسن التصرف في حرية الإرادة إنما يكون بأن نريد الله ولا نريد سواه. فإن نحن قمنا بذلك عن يقين مكتمل فكرا وقولا وعملا، فإنه يمدنا بمزيد من حرية الإرادة. وإن نحن أسأنا التصرف في حرية الإرادة فأردنا سواه، صادر حريتنا بما يعلمنا كيف نحسن التصرف في مستأنف أمرنا،
وحسن تصرفنا منة منه، وسوء تصرفنا منه حكمة، وهدف الحكمة أن يستعد المكان لتلقي المنة. وكل أولئك إنما يجري في لطف تأت لا ينزعج معه لنا خاطر ولا يمحى معه لنا وجود. ونحن لا نختار أنفسنا عن الله إلا لجهلنا، وليس الجهل ضربة لازب علينا، وإنما نحن نخرج عنه إلى العلم كل لحظة. فإن قلت فلماذا لم نخلق علماء، فنكفى بذلك شر الجهل وسوء التصرف في الحرية وما يترتب على سوء التصرف من عقوبة، قلنا أن العقوبة هي ثمن الحرية، لأن الحرية مسؤولية، والمسؤولية التزام شخصي في تحمل نتيجة العمل بين الخطأ والصواب. ولقد خلق الله خلقا علماء لا يخطئون، ولكنهم ليسوا أحرارا، ولقد نتج عن عدم حريتهم نقص كمالهم، أولئك هم الملائكة، فإن الله فضل عليهم البشر، وذلك لمكان خطئهم وصوابهم، أو قل لمكان طاقتهم على التعلم بعد جهل. وإلى ذلك الإشارة بحديث المعصوم: إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. فكأن الخطائين المستغفرين هم موضع نظر الله من الوجود، لأنهم بذلك سيصيرون إلى الحرية، والحرية المطلقة وهي حظ الله العظيم، وكل مقيد مصيره إلى الحرية، والحرية المطلقة في ذلك، وكل جاهل مصيره إلى العلم، والعلم المطلق في ذلك أيضا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وملاقات الله والرجوع إليه لا يكون بقطع المسافات، وإنما يكون بتقريب الصفات من الصفات، ومن أجل ذلك غررنا أن التسيير خير مطلق، وهو في حقيقة أمره خير في الحال وخير في المعال، وسيجيء وقت ينتهي فيه الجهل بفضل الله في التسيير. وإلى ذلك أشار المعصوم حين قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده، وما علم ذلك أحد. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. قالوا: ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء. قال: إن الله أجل وأعظم من أن ينال ما عنده أحد. وكلما قل الجهل وزاد العلم قل الشر ورفعت العقوبة عن المعاقبين في تلك المنطقة التي وقعت تحت علمه. فالعقاب ليس أصلا في الدين، وإنما هو لازمة مرحلية تصحب النشأة القاصرة وتحفزها في مراحل التقدم حتى تتعلم ما يغنيها عن الحاجة للعقاب، فيوضع عنها أسره وتبرز نفس إلى مقام عزها. وما من نفس إلا خارجة من العذاب في النار وداخل الجنة حين تستوفي كتابها في النار، وقد يطول هذا الكتاب وقد يقصر حسب حاجة كل نفس إلى التجربة، ولكن لكل قدر أجل وكل أجل إلى نفاذ. والخطأ كل الخطأ ظن من ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقا، فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود وما هو بذاك. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. القضاء والقدر: هناك ما يسمى سر القدر، وهو الطرف الرفيع من القضاء، ولقد وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالقضاء هو هذا الأمر الواحد الذي خرج عن الزمان والمكان، كما تفيد عبارة كلمح بالبصر. والقدر هو تنفيذ القضاء وإبرازه في حيز الزمان والمكان على مكث وتلبث وتطوير. والقضاء والقدر وردت الإشارة إليهما أيضا في آية أخرى، وهي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت إشارة إلى القدر، وهي في ذلك إشارة إلى التطور بتعاقب الصور الكائنات. فقد أسلفنا الإشارة إلى أن الحياة تتقلب في الصور ابتغاء أن تكون ثابتة في الصور كما هي ثابتة في الجوهر، وهيهات. وقوله وعنده أم الكتاب يعني القضاء، يعني سر القدر. وإليهما أيضا الإشارة بقوله تعالى:
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقوله وما ننزله إلا بقدر معلوم تعني القدر، وقوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه تعني القضاء، تعني سر القدر أيضا. فالقدر منطقة ثنائية حيث الخير والشر والعلم والجهل، ولكن القضاء منطقة وحدة حيث يختفي الشر ولا يبقى إلا الخير المطلق عند الله حيث لا عند. وهذا ما يسمى عند أصحابنا بسر القدر، وهو أمر لم يكن عندهم مما يصح البوح به، وذلك مراعاة لحكم الوقت وتأدبا بأدبه. وهناك سابقتان لكل مخلوق، سابقة في القضاء وسابقة في القدر. فأما السابقة في القضاء فهي خير مطلق لكل الخلائق، وأما السابقة في القدر فهي إما خير وإما شر، وأمرها مغطى على الناس. وقد تدل على هذه السابقة اللاحقة، وهي ما يكون عليه الإنسان في حياته اليومية من صلاح أو طلاح. وأمر اللاحقة غير مغطى على أصحاب البصائر الذين يعرفون عيوب العمل بالشريعة وإرسال الله الرسل لكشف اللاحقة بتفصيل الشريعة وتغطيته تعالى. السابقة في سر لوحه المحفوظ ألزم عباده الحجة وأوجب عليهم العمل بأوامر الشريعة ونواهيها، لإلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد قال جل من قائل في ذلك وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ما لهم بمشيئة الرحمن من علم، لأنها مغطية عنهم، وإنما لهم علم بشريعة الرحمن وقد أمرتهم ألا يعبدوا إلا إياه. وقوله إنهم إلا يخرصون تعني ألا يكذبون، وذلك لأنهم لا يردون الأمور كلها لله وفي أمور معاشهم وفي كسب أرزاقهم، وما ردوها إليه في أمر عبادتهم إلا لقلة يقينهم بالآخرة إذا ما قيست إلى الدنيا. وحين تطلع النفس على سر القدر وتستيقن أن الله خير محض تسكن إليه وترضى به وتستسلم وتنقاد، فتتحرر عندئذ من الخوف وتحقق السلام مع نفسها ومع الأحياء والأشياء، وتنقي خاطرها من الشر، وتعصم لسانها من الهجر، وتقبض يدها عن الفتك، ثم هي لا تلبث أن تحرز وحدة ذاتها فتصير خيرا محضا تنشر حلاوة الشمائل في غير تكلف، كما يتضوع الشذا من الزهرة المعطار. ها هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية، فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير، ذلك بأن التسيير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله، فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله، ويكون الله وليس لله تعالى صورة فيكونها ولا نهاية فيبلغها، وإنما يصبح حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين، وذلك بتجديد حياة شعوره وحياة فكره في كل لحظة، تخلقا بقوله تعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن. وإلى ذلك تهدف العبادة، وقد أوجزها المعصوم في وصيته حين قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، وقد قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي حق هؤلاء قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، فقوله تعالى لهم ما يشاءون يعني هم مخيرون، وقوله عند ربهم يعني مقام العبودية، لأنه لا يكون عند الرب إلا العبد. وقوله ذلك جزاء المحسنين يعني بالمحسنين من أحسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة، وذلك باستعمالها في تحقيق العبودية لله، فإنه تعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها هنا منطقة فرديات، الشرائع فيها شرائع فردية، والداعية فيها إلى الله الله نفسه، يقوم فيها العبد في مواجهة الرب، وقد سقطت من بينهما الوسائط ورفعت الحجب، حجب الظلمات وحجب الأنوار، العبادة فيها عبودية والعمل فيها ملاحقة السابقة وضبط اللاحقة عليها
حتى يستقيم الوزن بالقسط، إذ محاولة العبد هنا أن يكون لربه كما هو له، وهذا معنى أمر الرب سبحانه حين قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فإذا كان حضور العبد مع الرب وحضور الرب مع العبد تماما، فقد أقيم الوزن بالقسط وهيهات. ولا بأس هنا من استطراد بسيط إلى القيمة العملية من العبادة، ذلك بأن قيام العبد في مواجهة الرب وقد سقطت من بينهما الوسائط تعني اللقاء بين الحادث والقديم، وقد رفعت من بينهما الحجب، والحادث هنا العقل والقديم القلب، وهو ما يعبر عنه أيضا بالعقل الباطن، وهذه الحجب هي جثث الرغبات المكبوتة على سطح العقل الباطن بفعل الخوف الموروث في سحيق الأمان من لدون النشأة البشرية الأولى، وهي الرين الذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولا يمكن أن يبلغ الفرد الحرية الفردية المطلقة وهو منقسم على نفسه وبعضه حرب على بعض، بل لا بد له من إعادة الوحدة إلى بنيته حتى يكون في سلام مع نفسه قبل أن يحاول أن يكون في سلام مع الآخرين، فإن فاقد الشيء لا يعطي، وهو إنما يكون في سلام مع نفسه حين لا يكون العقل الواعي في تضاد وتعارض مع العقل الباطن، ويومئذ تتحقق سلامة القلب وصفاء الفكر، وبعبارة أخرى تتحقق حياة الفكر وحياة الشعور، وتلك هي الحياة العليا. وتوحيد القوى المودعة في البنية إنما يتم بأن يفكر الإنسان كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول. وهذا هو مطلب القرآن إلينا جميعا حين قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإنما يفض التعارض القائم بين العقل الواعي والعقل الباطن عن طريق فهم التعارض القائم بين الفرد والجماعة وبين الفرد والكون، وقد بينا فضل الإسلام في ذلك. وهكذا يتضح أن ضرورة فهم علاقة الفرد بالجماعة والفرد بالكون فهما دقيقا إنما تجيء من الحاجة العملية إلى المنهاج الذي به يتم تحقيق الحرية الفردية المطلقة، وهو لا يتم بمنهاج سواه. بقي شيء، وهو أن هنالك خطأ يتورط فيه كثير من المفكرين، وذلك حين يظنون أن القول بالتسيير فيه سلبية، والحق غير ذلك. ذلك لأن تغطية ما سبق به القدر وكشف ما جاءت به الشريعة قد أوجبا على الإنسان العمل بأوامر الشريعة ونواهيها جهد الإتقان والإحسان، ثم الرضا بعد ذلك بما عسى أن يكون مكتوبا عند الله ومقدرا، وذلك توكلا عليه وثقة به. ولقد قال المعصوم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل أني لا أعلم إيجابية تبلغ إيجابية من يعمل الواجب المباشر جهد الإتقان، لأن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، ثم يرضى بالنتيجة مهما كانت، من غير أن تذهب نفسه حسرات عند الخيبة أو يستخفه الفرح عند النجاح. والله تبارك وتعالى يربينا في ذلك ويؤدبنا بقوله جل من قائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الخلاصة، وخلاصة الأمر في علاقة الفرد بالكون، هي أن موضعه منه ليس موضع اللدد والخصومة ولا موضع المناجزة والمصاولة التي لا تهدى حتى تبدأ من جديد في صعيد جديد. إن الإنسان هو ثمرة الكون وصفوته، وهو فيه ملك في مملكته، مكانه منها مكان السياسة الحكيمة والإدارة القديرة والعدل الموزون. وقد تأذن رب الكون أن يجعل الإنسان خليفته عليه، فهو يعده لهذه الخلافة بالتربية والتعليم والإرشاد الحكيم. وقد خيل الجهل للإنسان أنه مقصود بالعداوة في غير رحمة ولا هوادة، فأصبح يحارب من غير محترم ويعادي في غير موجب للعداوة، وهو لن يبلغ مبلغ الخلافة إلا إذا شب عن العداوات
وعلم أنه أكبر من أن يعادي، ولم يصبح في قلبه مكان إلا للمحبة، فإن الله يحب جميع الخلائق، غازها وسائلها وحجرها ومدرها ونباتها وحيوانها وإنسانها وملكها وإبليسها. فإنه تبارك وتعالى إنما خلق الخلائق بالإرادة، والإرادة ريدة وهي المحبة، ولن يكون الإنسان خليفة الله على خليقته إلا إذا اتسع قلبه للحب المطلق لكل صورها وألوانها، وكان تصرفه فيها تصرف الحكيم الذي يصلح ولا يفسد، ولا يعوق الحب في القلوب مثل الخوف. فالخوف هو الأب الشرعي لكل الآفات التي إيف بها السلوك البشري في جميع عصور التاريخ، ولا يصلح الإنسان للخلاف على الأرض ولا التصرف السليم في مملكته وهو خائف، وليس هناك أسلوب ولا نهج للتربية يحرره من الخوف غير الإسلام، فإن بالإسلام يتم سلام الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع جميع الأحياء والأشياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم يعني الإسلام ويعني السلام، وهما بمعنى واحد. ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيغري بينكم العداوة والبغضاء، والإشارة إلى العداوة وردت في قوله تعالى: إنه لكم عدو مبين.